بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه جرائد بلدنا، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا من داخل مجمعات القطن. عايزين نوجه رساله للمنظومه، بس يلا بلاش عشان مش هنغلط. منظومه طبعا منظومه ناس محترمه وكل حاجه، بس بيشغلوها في التلويط وناس فائقه الاحترام. حاج عصام لطفي وقف الجرار النقل بره وجايبين الجرار الروماني عشان خاطر الملفات والترجيع والمنهيه. حاج اسلام انا عين عزت قلنا منور على الصوت، منور على الصوت. وانا مش عارف انا هحمل ازاي من الجنب التاني، بس المهم ترجع وخلاص مش فارقه. يا عم عشان تطلع، ماليش دعوه بايه. يا عم الطلعة حلوة، الطلعة حلوة. ما تطلعش من هنا، يا تطلع من هنا. ارجع يا حسام ورا خالص. ارجع بس ورا. يا حسام لو حطيت التانية تطلع. يا عم هتطلع، ارجع ورا. انت هتطلع لو هو علق ورا. ارجع يا عم. الطلعة مش وحشة يا عم خالد، الطلعة طالما وشها كده ما تشغلش بالك. الحمد لله يا جماعة حملنا الديل اهو. طالع اهو من الناحية اهو سابقا. خش يا حاج حسام. شوفوا نفسكوا على النت. والنبي ما فيها حيلة شد ولا لا 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 لا. ارجع ارجع اعدل اعدل العجل، اعدل العجل، اعدل ارجع في العدل، ارجع ما تكسرش العجل قوي عشان بتزحلق. اعدل بقى العجل، اعدل. ايوه خليك في العدل واطلع، خش في العدل، خش. الله يبارك لك، روح خش. الله يبارك، خش في العدل يا اسطى. ايه يا حبيبي؟ انا ما انت واقف على الرولر ليه يا اسطى؟ انا كنت واقف. ماشي يا اسطى. انت طفشان من المدرسه ليه يا اسطى؟ طفشان من المدرسه ليه؟ مش طفشان يا اسطى. ما قعدتش المدرسه. ما المدرسه ليه؟ امال انت شايل الشنطه ليه؟ بس خلاص في الدروس؟ يا اسطى ما تطفشش المدرسة يا اسطى عشان تشوف مصالح. والله كده كده ما فيش مدارس، ما فيش مصالح في المدارس. اطفش يا اسطى المدرسة. خد بالك انا اطفشت المدرسة وانا صغير. الشوية التفاشير اللي طفشتهم هم اللي نفعوني وانا كبير. المدارس ما نفعتنيش وانا صغير. انت عايز زق منين يا اسلام؟ اضرب الفرع على الفاضي يا اولاد. هنرجع ورا شوية. قلت منين؟ يا اسطى من الحمولي يا اسطى. يا جدع انت الدنيا مزحلقة روب. ربنا يسلمك. اطلع يا حاج عصام. طبعا يا جماعه مجهز الجرار الاول، بطه الهواء شغاله وركب الخرطوم، دوس فرامل، دوس فرامل دلوقتي، تيس دلوقتي. على كده يابا خش كمان شوي. الله يبارك لك، الله يبارك لك يا حاج عصام. خلص يا ابراهيم، انت بتشرب سجاير.